جنرال، السؤال اليوم اللي يطرح، هل المعارضة ستقع بفخ المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة اللي ربما يقال انه نصب لهم اياها الرئيس نبيه بري؟ ما بعتقد، لان بالاساس معارضتنا للحكومة عرفنا على اساس شو مبنية، على الاقتصاد، على السياسة، على الامن، على كل هالقضايا الاستراتيجية يلي الحكومة يعني وضعت لبنان في مواجهة مع الاقليم العربي ومع الاسرة الدولية. انما نحن منفتحين على كل مبادرة بتؤدي الى تأسيس او بالاحرى الى الوصول الى مشروع انتخابي، الى قانون انتخاب ليحل المشكلة بلبنان. لذلك هالانفتاح هيدا، ما بعتقد انه الاجتماع اذا قررنا حضوره يوم الاربعاء القادم انه بيكون هو تبرئه للحكومه لما قامت به من ويلات خلال هالسنتين الماضيتين. اذا قررته يعني بعد ما قررته بعتقد يمكن رايحين بهالاتجاه، يمكن بعد يعني للمشاركه لان ما قامت به الحكومه من ما قدمته من ويلات الى اللبنانيين على المدى السنتين القادمتين، هالاشراك لانتاج قانون انتخابي هو لحل مشكله المشكله اللبنانيه ومشكله الحكومه بذات الوقت. يعني اذا شاركنا ليس اعترافا بالحكومه. يعني عندما قال منذ حوالي 3 اسابيع ربما على ما اذكر الدكتور سمير جعجع انه اذا بيدعي الرئيس نبيه بري الى اجتماع للجان المشتركه او الهيئه العامه فنحن مستعدين نحضر، هل يعني اليوم سيترجم يعني هذا الكلام بالحضور استثنائيا مشان قانون الانتخاب؟ يعني طبعا منفتحين على كل حوار، على كل نقاش بيؤدي الى ولادة قانون انتخاب جديد يؤدي الى حسن التمثيل يلي بيشكو منه المسيحيين خاصة، نحن منفتحين عليهم. لذلك كما قال الدكتور جعجع من اسبوعين او 3 اسابيع نحن بنحضر اذا بيؤدي الى قيام مشروع القانون. طيب شو مصير هذا الاجتماع جنرال؟ يعني بعد التدهور الدراماتيكي اللي وصلت له اجتماعات اللجنة الفرعية، على ماذا تعولون من اجتماع اللجان المشتركة؟ هلأ نحن مش كتير قصة منعول أو ما منعول على اللجان المشتركة. هلأ اللجان الفرعية طبعا ما وصلت إلى نتيجة، ومثل ما بنعرف أخذ القانون الأرثوذكسي هو يمكن الأغلبية الوحيد. الرئيس بري بيقول عنده بعض الحلول باللجان المشتركة، بعد هالحلول ما وصلت لنا وما تداولوها الفرقاء كان معارضة أو موالات، باللجان المشتركة بده يطرحها وبناخذ موقف منها. إذا بالفعل بتأدي للتمثيل الصحيح للمسيحيين بقانون الانتخاب نحن بنمشي فيها. نحن منا إذا بدك جامدين بطرح ما، عندنا طروحات كثيرة إذا أفضلية أولى ثانية ثالثة كلها بنطرحها في حينه مع اللجان المشتركة. طيب بالعادة يعني اعتدنا على الدعوات إلى اللجان المشتركة أو إلى الهيئة العامة أنه تكون استوت الطبخة ويرجع يدعي الرئيس نبيه بري إلى الاجتماع. اليوم ما بعرف هل حصل توافق؟ لم يحصل توافق معلن على الأقل حول أي قانون انتخابي. ليش الدعوة؟ ليش برأيك؟ كيف تفسر دعوة الرئيس نبيه بري؟ أنا برأيي أنه الرئيس نبيه بري يمكن باللجان المشتركة عنده شيء خاص بده يقوله، منفتحين عليه. إنما كمان الوقت عم بيداهمنا، ما فينا نروح بالوقت للآخر. سدونيز عنا أول شباط يمكن ذات ليميت أو أدار آخر أداء أو آخر شباط، لذلك إنه تمويت القضية إما لتمييع الانتخابات أو لمنع الانتخابات أو هذا نحن منرفضه كليا. لذلك مستعجلين ومنفتحين بذات الوقت، والحكومة لن تكون عائق إذا بتكون بس لقضية قانون الانتخابات. يعني طبعا المقاطعة، مقاطعة الحكومة استثنائيا هالمرة رح تخرقوها طبعا من أجل الانتخابات لإرضاء الشعب اللبناني، لأن مش نحن المقاطعين الحكومة بس، الشعب اللبناني كله مقاطع الحكومة، المؤسسات كلها الاقتصادية والتجارية والسياحية والفندقية، وإذا مثل ما بتشوفي كل هالناس كلياتهم مقاطعين الحكومة وعم بيشكوا منها، يعني من 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 نمو 8% لنمو 0%. هيدي ما بتصير ببلد بالعالم إلا ما بيصير ثورة على الوضع. إنما لما عملوا انقلاب عسكري من سنتين وبعده هالانقلاب العسكري ماشي، انقلاب عسكري بين مزدوجين على الطريقة اللبنانية،
يعني اكيد ما اجوا ضباط من السكنات وراحوا احتلوا الاذاعه، انما معروف كيف صار الانقلاب العسكري وكيف تحولت، وهلا لا نزال نعيش تحت وطأة هذا الانقلاب العسكري. وانت بتعرفي كل الانقلابات العسكريه بالعالم العربي وين اخذت العالم العربي، وكلها هلا عم تنقلب على هالانقلابات العسكريه لحتى الشعب يثور ويفتش عن الحقيقه ويفتش عن الحريه، بينما نحن لا نزال تحت وطأة هذا الانقلاب العسكري يلي ان شاء الله قريبا ما بعرف اذا بيوعوا هني لوطأة الانقلاب انه لوين اخذ هالبلد او انه الشعب بده يصور هو يسقطهم. طيب خلينا نحكي عن سلاح، ولكن بمرحلة لاحقة من هذه الحلقة بدي ابقى شوي باجتماع اللجان المشتركة. القوات اللبنانية تذهب القرب على المشاركة باجتماع اللجان المشتركة للبحث باي قانون، هل انتم متمسكين بالارثوذكسي فقط لا غير؟ لا، اولا نحن عنا الارثوذكسي افضلية اولى، لأن هو بالفعل بيأمن صحة التمثيل 64 ب 64. نعم. كل العالم تعرف أنه وقت اللبنانيين بينتخبوا بالطوائف والمذاهب هذا التمثيل الصحيح، إنما نحن منا مسكرين أنه هيدا وبس. نحن منعرف أنه القانون الأرثوذكسي عنده كتير مساوئ وبيأمن صحة التمثيل صح. هلأ إذا ما قدرنا نوصل أنه نمرق هالقانون، نحن منفتحين على قانون تاني يؤمن صحة التمثيل وبيأمن دايما المشاركة بين اللبنانيين. نحن كان عنا قانون 61 دايرة يمكن حلفائنا ما قبلوا فيه، إنما نزلنا على 50 دايرة. نزلنا على 50 دايرة، الخمسين دايرة بتأمن التمثيل الصحيح ل 57 نائب مسيحي والباقيين نحن بنشارك وهن بيشاركوا. طب السؤال هون، ليش القوات اللبنانية ما كفت بمعركتها دفاعا عن الدوائر الخمسين؟ ليش دغري استسلمتوا ورحتوا على اللقاء الارثوذكسي اللي زعج حلفائكم؟ لا دنيا، نحن ما استسلمنا ورحنا، نحن اخذنا صحة التمثيل عنوان، صحة التمثيل اللقاء الارثوذكسي. هلا جربناه، اذا حلفائنا وبده يعمل مشكل بالبلد اكيد يعني ما رح نمشي فيه اخر شيء. اذا ما لقى اجماع بين اللبنانيين نحن ما متمسكين فيه. منشان هيك كان عندنا قانون احتياط يلي هو الخمسين دائرة، ويمكن عندنا غيره، ويمكن ما فينا ما بدنا نقوله هلا، بس انه بس يفشل الارثوذكسي اكيد نحن عندنا الخمسين دائرة هي اللي بتمثل بتأمن التمثيل الصحيح للمسيحيين بعد الارثوذكسي. لذلك مش انه نحن متمسكين بالارثوذكسي او دغري استسلمنا وما عاد. طيب بس اخترتوا اللقاء الارثوذكسي، اختياركم لهذا اللقاء او التزامكم باللقاء الارثوذكسي يعني كان له نتائج سلبية على علاقتكم مع الحلفاء، كان له حتى نتائج سلبية على كيان 14 أدار ككيان. يعني اخترتوا بين الطائفية ومشروع الوطني، اخترتوا الطائفية. أنا بدي جاوبك باتجاهين سيد دونيز. أول شيء ما عمل خلاف بيننا وبين حلفائنا، لألك ليه؟ لأن نحن متحالفين مع حلفائنا مش على أساس قانون انتخاب، حلفنا مع حلفائنا هو حلف استراتيجي يبني على أول شيء قيام الدولة، على قيام المؤسسات، على فك ارتباط ورهن لبنان للنظام السوري وللنظام الإيراني. هودي ثلاثة ما قالوا علاقة بانتخابات النيابية، هود ثلاثة نحن متمسكين فيهم، ونحن وتيار المستقبل والكتائب والأحرار والمستقلين وكل عناصر 14 أدار، كل قوى 14 أدار متمسكة فيهم. هلأ طبعا اللقاء الأرثوذكسي ما له علاقة بهالخيارات الاستراتيجية، قانون الانتخاب بينتج سلطة، هالسلطة بتاخذ لبنان اما على يكون رهينة بيد النظام السوري اللي عم يتهاوى والنظام الايراني، او بيكون وطن مثل كل هالاوطان. لذلك نحن خيارنا استراتيجي ثابت واكيد. هلا ليش رحنا فيه؟ نحن لما صارت ببكركي اول شيء اللجنة الرباعية، اول شيء قالوا اللقاء الارثوذكسي، قلنا فإذا عسكت، وهيدي السياسة عادة بتصير تحت الطاولة، كل واحد يروح يشوف حلفائه هل بيمشوا فيه ولا لا. رحنا جسينا النبض لقينا انه ما بيمشوا فيه، قاموا قالوا الحكومة دغري من لما قالوا انه الألقاء الأرثوذكسي ما بيمشي فزت على 13 دائرة. 13 دائرة بالنسبة لنا ولحلفائنا يعني تسليم لبنان، مجلس النواب وكل المؤسسات الدستورية لحزب الله. وقت اللي بتعطي المتن من نواب وثلاثة من العبادة 11 نائب مسيحي تحت رحمة الناخبين 20 ألف
ببعبدة معناتها أنت عم بتضحي بكل شيء لتعطي حزب الله. وقت اللي بتعطي كسروين واثنان من جبال سبعة تحت رحمة نيب واحد من جبال كمان أنت عم تعطي الدولة كلها لحزب الله. لما طلعوا بهال 13 دائرة طبعا المعارضة رفضت لأن تسليم البلد كله لحزب الله. دغري عمل ردة فعل ميشيل عماد عون أنه أنا بدي اللقاء الأرثوذكسي، بس قبل الأرثوذكسي قال بدي لبنان دائرة واحدة. ورجع كمان يعني بتعرف العماد عون كل يوم عنده طيب رأي شكل. بس العماد عون حلفائه يعني ساعدوا توافقوا معه مشوا معه باللقاء الأرثوذكسي، أنتوا حلفائكم تركوكم بنص الطريق. لا قال لك أول شيء ليش نحن رجعنا في باللقاء الأرثوذكسي؟ لأن قلنا فإذا لما رفضوه تحت الطاولة يجربوا يتفضلوا يرفضوه على العلن، اللي بده إياه يمشي معنا واللي ما بده إياه هلا حلفائه. مشان هيك مشينا نحن رسميا، يا بيمشي يا ما بيمشي، وعنا احتياط له. حلفائه شو عملوا؟ الرئيس بري لما لقاها القصة جدية شو عمل؟ تنصل من الأرثوذكسي عمليا. هلا الرئيس بري متنصل من الأرثوذكسي، قدم مشروع آخر ودغري قال أنا إذا ما في إجماع ما بمشي دغري. أولا ثانيا حزب الله ما نو ماشي بالأرثوذكسي. لأن من بارح قال السيد حسن نصر الله نحن مع الأرثوذكسي آخر واحد، نحن مع النسبية. النائب علي فياض حكي مع النائب أحمد فتفت وعرفنا شو صار الحكي. أولا ثانيا من أربعة شو صار خبرنا، أنتوا عرفتوا نحن ما عرفنا. لا قال على التلفزيون للنائب أحمد فتفت قال له أنت بتمشي بالأرثوذكسي فيك توقف قدام المرية إذا مشيت بالأرثوذكسي؟ قال له صعب جدا. وفي حديث تاني يعني مش وما ما أفصح عن كل بس شيء. نفى الدكتور علي فياض أنه يكون قال هذا الكلام طبعا. أو جاب هذا الجواب. الشيخ نعيم قاسم من ثلاثة أيام ما قال نحن ما بنمشي إلا بالنسبية؟ قال وضوح وصراحة. يعني أي مشروع بيمشوا فيه بالنسبية، حتى الأرثوذكسي إذا بالنسبية ماشيين فيه، هن ما عندهم مشكلة. إيه ماشيين فيه، بس هن يعني إذا بدك بيضربوا ضربة على الحافر ضربة على المسمار لحتى وقت اللي بدهم يتراجعوا. على كل حال نحن الأرثوذكسي بيلايمنا وماشيين فيه للآخر. إذا بتوافقوا عليه الكل نحن ماشيين للآخر وهذا أمنيتنا، إذا ما بتوافقوا عنا قانون احتياط. وحكينا احنا وحلفائنا واللي هن المستقبل شو هو قانون الاحتياط؟ 50 دائرة قابلة للبحث، قالوا قابلة للبحث يعني بتصير 48-53 يعني بتضلي على القليلة انه في قانون بيعطي تمثيل مسيحي ويزن. اليوم في كلام انه الرئيس سنيورة ايضا يعني هو اعلن انه في مشروع جديد، في اقتراح قانون جديد رح تتقدم في تيار المستقبل. سمعته عم بيقولوا بس ما عرفت شو العناصر تبعه. بس انا بدي اقول شغلة سدنيت، طالما حزب الله حامل سلاح ما فيك تعمل قانون انتخاب يرضي كل اللبنانيين. ليه؟ لان عم بتسنجي قانون انتخاب بدك تطبقيه على مجتمعين مختلفين، مجتمع بكسروان بياخد بين 49 وال 51 الاصوات، ومجتمع ببنت جبال بياخد 95% من الاصوات سواء كان نسبي او اكثر او اقل او شو ما بدك. لذلك انك تعملي قانون بالفعل يرضي اللبنانيين كلهم طالما هذا الحزب يحمل السلاح هذا امر مستحيل. انا بدي اعطيك مثل عن ضيعتك. اليوم ضيعتك انت عينيتها ودار الاحمر والقاع وما بعرف شو، صوت ما له معنى مزبوط ولا لا؟ ما له وزن، وبيطلع نايب ماروني ونايب كاثوليك واثنان سنة. بينما لولا الحزب ما معه سلاح كانوا اخواننا الشيعة بيمارسوا الديمقراطية مثلنا مثلهم، مزبوط ولا لا؟ كانت الديمقراطية عندهم من 48-52 وعندنا من 48-52. كان صوتك له وزن، بتطلع التيار اللي بدك اياه وصوت ابن القاع. حتى اكثر من هيك لو ما عندك نايب بصير صوتك برماش وبنت وبعين ابل وبدبل وبالاوزح وبعلم الشعب. طيب. له وزن ليه؟ لان بتميلي انت الدفه يا هون حسب التيار السياسي اللي بدك اياه. بس انما طالما في فريق يحمل السلاح وهو فارض على طائفه معينه مثل ما بده اخذ هالطائفه فيتو بمناطق كثيره مثل جبال ومثل المتن ومثل بعبده وين ما وجد هو عامل فيتو، طبعا ما فيك تعملي قانون يرضي اللبنانيين. والا لولا السلاح كان كل القوانين بترضي كل اللبنانيين. انا من هلا بقول لك جنرال، هل مقاربه موضوع او مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي المختلفه بينكم
كقوات وكتائب من جهة وتيار مستقبل من جهة أخرى أساءت للعلاقة، هل فينا نقول اليوم فعلا العلاقة سيئة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل مثل ما قرينا للزميل غسان سعود بجريدة الأخبار؟ هلا ما بدي أنا رد على صحفيين، إنما لا هو يعني هو بناء لوقائع حكي وكتب هذا الكلام. هلا إذا نحن مشينا باللقاء الأرثوذكسي طبعا يمكن على مستوى القاعدة الشعبية أول شيء، لأن ما بتعرف قضايا وأبعادها ويمكن مش كل الناس بيعرفوا لك خلفيات المواقف وليش وكيف وما بعرف شو عم يتخيط يعني. شو عم يتخيط؟ إنما أنا عم بقول لك مثل ما سبق وقلت، مواقفنا استراتيجية نحن والمستقبل، خاصة المستقبل، لا ترتبط بقانون انتخاب. قانون الانتخاب هو لتصحيح التمثيل المسيحي والمسلم يعني بكل المناطق. طيب هل بالنسبة لإلهم الدكتور جعجع كان زعيم الوطني قبل اللقاء الأرثوذكسي، بعد اللقاء الأرثوذكسي عادة إلى الزعامة الطائفية؟ هيك عم نسمع. لا ما بعتقد. لأقول لك ليه؟ لأن عادة بمعارك مثل هيدي سياسية وحتى بالمعارك الحربية بيبقى في إذا بدك انسحاب تكتي وهجوم ما بعرف شو تضليلي وما بقى كله هيدا، بدك تنتظر المعركة الأخيرة. يعني نهاية المعركة بيبين كل واحد شو وضعه. على كل حال دكتور جعجع قال لا مستقبل لألنا ولا للبنان بدون مستقبل، يعني لأن نحن وياهم. هل هيدا كلام إعلامي يعني لطمأنت مناصرينكم، أم فعلا يعني قصدوا الدكتور جعجع لما قال أنه القوات لا ترى المستقبل إلا مع المستقبل؟ مظبوط، لأن نحن نؤمن بوطن من النهر الكبير للنقورة، هيدا ما حدا بقى يبحثه معنا. حتى أيام الحرب نحن دونيس نحن ما كنا عم ندافع يمكن عما تبقى مزبوط من المناطق الحرة، بس كان هدفنا الوحيد والأكيد هو بناء لبنان الواحد، لأن كنا عم ندافع عما تبقى من الدولة في حينه، وليس أنه عم ندافع بس أنه عن المناطق اللي نحن فيها على أساس لنأخذها نواة لحتى بعدين تكون نموذج لبناء الوطن. هلأ صار اللي صار، بس مشيتوا بمشروع وصف بأنه مشروع بيؤدي إلى التقوقع والتطرف بالأرثوذكسي. لا نحن كيف بتكون لبنان الواحد ولبنان نحن مشينا فيه على اساس انه نتفهم نحن وحلفائنا بالوطن، يعني احنا والبقيه المكونات. هلا اذا بقيه المكونات ما مشت فيه، نحن ما فينا نبني وطن اذا كان في فئات معينه لا ترضى بهذا القانون او بذاك القانون. يعني انتم مش مثل اللي عم بيقولوا الجنرال عون بانه يا اما اللقاء الارثوذكسي أو لا قانون آخر. هلأ الجنرال عون معروف عنه يعني كل مواقفه التاريخية كلياتها أنه للآخر، وبنوصل آخر شيء للانتحار. لا نحن ما بننتحر، مثل عماد عون بده ينتحر ينتحر لوحده، إلا إذا هو مصر إذا ما مشي الأرثوذكسي ما بده انتخابات، لأن هو بيعرف قديش المساوئ الأرثوذكسي وقديش محاسنه، وبيعرف أنه في فرقاء ما بدهن الأرثوذكسي، وبيعرف أنه في فرقاء بدهن غير قانون. إنما إذا الهدف من كلام الجنرال عون أنه ما يروح على الانتخابات، بيكون هيدا هدف مبطن عم بياخد الأرثوذكسي حجة لحتى ما يفوتوا بالانتخابات. هل هو هدف جنرال أم فعلا يعني مثل ما عم نقرأ بأكترية الصحف، حتى صحيفة عقاز بالأمس قايلة أنه وسط هذه الأجواء صار في يعني أكثر الأمور رايحة إلى عدم إجراء الانتخابات. وأيضا الزميل عماد مرمل كتب بأنه التواطؤ الضمني على تأجيل الانتخابات قد يكون البديل عن تعذر التفاهم العلني على إجراء هذه الانتخابات وفق قانون توافقي. هلأ هن بيوصفوا أنه التواطؤ الضمني، إنما قد يكون فريق الثماني أدار يلي حزب الله والعماد عون، والعماد عون بتعرفي عنده تلت الحكومة، قد يكون مبسوط بهالانقلاب العسكري اللي أخذوه من سنتين، أخذوا الحكومة واستلموا الدولة ككل، ومنعرف بالأمن شو عم بيصير وبالسياسة والاقتصاد، أنه مبسوطين، وبيعرف العماد عون أنه يمكن شعبيته عم تتراجع بالمناطق المسيحية يمكن تؤدي إلى خسارته، وشريكه بيعرف أنه يمكن تراجع العماد عون عند الرأي العام المسيحي قد يؤدي إلى خسارة أكبر مما هي عليه. يمكن يكون عندهم أنه خلينا هيك، لكن نطرح الأرثوذكسي ومنقول لهم يا هيك يا ما في انتخابات. قد يكون هذا الهدف بليمهم لثماني أدار، بس ما هذا الهدف بليم ثماني أدار، بس ما بليم اللبنانيين وبليم الأسرة العربية والدولية يلي والعرب يلي هن كلياتهم كانوا إذا بدك
ما يعملوا انتخابات، عملوا حروب وعم بيموت منهم بالالاف لحتى يعملوا انتخابات، نحن نجي على البارد لا ما في انتخابات. طب اذا ما صار اتفاق على قانون انتخاب جديد كيف بدها تصير الانتخابات؟ تمشوا بقانون الستين؟ لا، قانون الستين كل اللبنانيين رافضينه. هلا عمليا شو بيصير؟ طب اليوم وزير الداخلية عم بيقول باشر يعني كل الاجراءات اللازمة على اساس قانون الستين. هلا الاجراءات هي من لوائح الشطب، من كل الاجراءات الادارية يمكن بتلبق ل 90% من كل القوانين اللي عم تنطرح حاليا ممكن. لوجستيا يعني. لوجستيا يعني اداريا ولوجستيا. انما انه ما نروح على الانتخابات هذا امر مرفوض، لان معناتها انه انت رجعتي على ايام الانقلابات، ايام حسني الزعيم لما عمل الانقلاب بسوريا سنة 49، ويلي السوريين اليوم صاروا دافعين 60,000 قتيل لحتى يغيروا هيك نظام. اليوم نحن من سنتين طلع عنا حسني زعيم جديد بالقمصان السود وعمل انقلاب وعم بياخد لبنان محل ما بده. هذا امر شبه مستحيل، لا بل مستحيل، لان اللبنانيين ما بيقبلوا بهالشيء. واللبنانيين وألا بيكون هذا الحزب عم يجبر اللبنانيين على حمل السلاح لمواجهته يوما ما. وإذا حملوا سلاح اللبنانيين بعتقد هو الفريق الأضعف، يدرس الجغرافيا ويشوف كيف الناس موزعين ووين، أنا بعتقد هو الفريق الأضعف إن شاء الله. وما بدنا نوصل لهذيك النقطة، خلينا نبني إحنا وياهم دولة ديمقراطية. ويمكن مواقفهم مؤخرا مثل ما هيك رايحة بهالاتجاه، نتمنى انه عمليا تصير. شو شفت بخطاب السيد حسن نصر الله الاخير وحتى الكلام اللي توزع عن على لسانه بانه كان بمجلس ضيق يعني امام كوادر تابعة للحزب، وهذا نقلا عن جريدة الاخبار لما قال انه نحن كنا بتفكير ما تجاه لبنان، صرنا بتفكير اخر، اختلفت نظرتنا للبنان، نحن اولويتنا الدولة، قيام الدولة، هذا العلم هو علمنا، هذه الارزة اللي موجودة على العلم، فعلا صرنا نؤمن انه هيدا علمنا. هلا هيدا كلام انا بتمنى يكون يترجم عمليا، كلام حلو كتير، بس انه ان شاء الله ولو كان دفعنا ثمن غالي سدونيز لحتى وصلنا لكلامه للسيد حسن اذا كان يعني ذلك، ولو دفعنا ثمن غالي نحن اوكي ماشي الحال، انما هيدا بدنا اياه مترجم عمليا. بدنا كيف؟ بدنا بملعب الراي الاعلام اللبنانية ترتفع، بدنا السيد حسن نصر الله يسلم الدولة حقها ويلغي الدويلة، يبطلوا يحموا معامل المخدرات، يبطلوا يهربوا أدوية مزورة، يبطلوا يحموا عصابات السيارات اللي بيسرقوا سيارات وبيخطفوا الناس ليأخذوا من المصاري، يبطلوا يقولوا هيدا خط عسكري بدنا نهرب عليه ما بعرف شو على طريق المطار والمعابر و و و و وقت اللي ببلشوا هودي يقولوا خلص نحن بدنا نسلم الدولة، نحن منلاقيه مش على نص الطريق، على 90% من الطريق. بس انه الكلام يبقى كلام هيك للاستهلاك وبس، هذا نحن بنتمنى بس بدنا اياه عمليا. رح تعطوه مجال، رح تقابلوه. نحن عم نعمل لا معنا سلاح لا معنا دولة لا معنا جيش لا معنا قوى امن، هن الحكومة اغتصبوا الحكومة واخذوها. طب ما كل كلمة بيحكيها بتقولوا له سلم سلاحك سلم سلاحك. لا انتبه، ما عم نقول له سلم سلاحك، عم نقول له تعال نحكي بالسلاح. حتى حكي بالسلاح ما بده. بعدين اذا بيعطيني اي دولة بالعالم فيها مكون سياسي في سلاح، حتى ايران يلي هي بتمثل فيها الحرس الثوري الايراني باسم بامرة الحكومة الايرانية. طيب هو لا بده يكون شكل عن كل دول العالم، حتى على الدول على الدولة اللي هو بيعتبرها هي الدولة الام عنده يعني. لذلك انا ما بصدق هالكلام الا ما يصير شيء عملي. نحن ما عم نقول له اعطينا سلاحك، لوين بدنا ناخذ سلاحه؟ بدنا نعطيه للجيش نحن اذا في سلاح، بس بدنا نقول له تعال بحاسب قضية السلاح. هلا يمكن بسنة بسنتين ثلاثة بس بحط اجندة انه خلص سلاحه ما بقى يستعمل لا بالداخل ولا بالخارج ولا ضد العدو الإسرائيلي إلا بأمر الحكومة، وإلا منكون نحن لا دولة. طيب بس سيد نصر الله هو الحريص يعني اليوم على حقوق المسيحيين وصحة التمثيل، عندما قال بالأمس أنه هو مع الأرثوذكسي وأكثر من هيك يعني دافع وقال أنه هيدي إهانة للمسيحيين لما يعتبر هذا القانون هو قانون رستم غزالي. هلا يقول اللي هو يقول بده اياه. لا هلا هو عم بيتظاهر انه هو عم يدافع عن المسيحيين. نحن بنعرف تحالفه مع العماد عون وقديش عاطيه العماد عون اذا بدك باسم هالتحالف،
قدي عاطي أبعاد إقليمية ودولية إنه في مسيحيين عم بيغطوا حزب الله. حزب الله يعني يلي ببعض دول العالم معتبر حزب إرهابي، لذلك عم بيعطي 10 نواب، 3 بجزين، 3 بعبدة، 3 بجبال، واحد ببقى 10 نواب، عم بيعطيه 10 وزراء. لذلك انه هيدي وانتو حلفائكم شو عم بيعطوكم؟ نحن ما نحن حلفائنا اجوا لعنا. انا احد نواب المستقبل قال لي انتو القوات اللبنانيه انتو ربحتوا الحرب، نحن جينا لعندكم ونحن صرنا ننادي بلبنان اولا مثل ما انتو حاربتوا وقتلوا اولادكم كرمال هالمبدا، نحن عم نجي لعندكم، بقى نحن ما بدنا اياهم يجوا لعنا، ما بدنا منهم شيء. لذلك هون بتشوفي قديش ما بدك تكون نايب بعكار؟ أنا مرشح؟ لا هيدي ما لها علاقه بالنيابه حسب الحزب، تحالفات وحزب وما حزب، يمكن انا يمكن غيري يمكن انا وغيري يمكن 3-4 شو بعرف. كنت على شوي كنت صرت نايب بالدوره المره الماضيه. ايه ماشي العالم هالمره شو؟ لا ما انا ما احنا هيدي ما دخلنا فيها بعد، لا الحزب دخل بعد فيها. الحزب ما بلش يطرح اسماء يحضر اسماء ابدا، لا حتى يعني بالمناطق حتى بالمناطق المسيحيه مش طارح اسامي، حتى ببشري بعدني بقول لك كمان ما في اسامي. في يعني تغيير ببشري؟ اكيد يمكن ايه في تغيير، لان اثنيناتهم ستريدا صارت تعبانه وقليبه تعبان، بس عم بيعملوا مشاريع. طبعا نحن بنحييهم وبشري لانه اليوم عم يفتتحوا طريق جديد ببشري. ايه طريقه شفتيها هيدي ما كنا شايفينها قبل، لانه انا بعرف حلو كثير طبعا بيطلع على مشاكل كثير اللي بدهم يطلعوا صحيح. خاصة على الأرز عن جد ستريد الله يقويها، وأثبتت بهالفترة يعني على 7 سنوات إن نايبة بتستاهل تكون نايبة. بنوجه لها تحية لسيدي ستريد جعجع. أكيد بدي أبقى بكلام السيد نصر الله لما بيأكد بأنه هو مع النسبية بغض النظر بأي قانون. طبعا حكي أنه هو مستعد يصوت على اللقاء الأرثوذكسي على أي حتى على مشروع الحكومة على المشروع المختلط، ولكن شرط أنه تكون نسبية. ليش حزب الله اليوم مصر على النسبية برأيك؟ أنا بقول لك ليه، لأن بالأكتريات خسر مرتين، بالنسبية عم بيحاول. النسبية شو معناتها؟ أنه أنا قديش الطائفة الشيعية منا معي بياخدوا نواب، الطائفة الشيعية كلهم معه، وإذا منوا معه بفجروا له سيارته مثل أحمد الأسعد وكل هاللي ترشحوا. لذلك هو مسوقر حاله 27 نائب شيعي 27 نائب هو بيطلعهم. هلأ تيار المستقبل يلي في معارضة، ويمكن لولا وجود سلاح حزب الله كانت المعارضة لتيار المستقبل هلأ 50-50، لأنه في هلأ معارضة وحوالي 30-35% تلت النواب تبع المستقبل أو السنة إذا بدك بيروحوا على الميل الثاني على 8 أدار. يعني بيروح بين 8-10 نواب، 8-9 نواب أو 10 نواب من تيار المستقبل على الحقل الثاني. يعني عم بيلعبوها لعبة أنه أنا اللي معي إلي واللي معك إلي وإلك، ما بتزبط هيك. يعني الهدف تيار المستقبل برأيك؟ طبعا تيار المستقبل وأكيد خاصة تيار المستقبل يعني. ووليد جنبلاط مستهدف كمان، يعني لأن وليد جنبلاط هلا معه من نواب دروز لنفترض بصفي بده يصير عنده أخوان أو 5 أو 6، مزبوط ولا لا؟ هل صحيح دكتور جعجع زحط على قشرة موزي كما قال وليد بيك؟ وليد بيك لا بيقول بيموم بس موزة اللقاء الأرثوذكسي. لا 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 سمير جعجع ما بيزحط على شيء أكبر من هيك، هالقضايا كلها ما زحطت. ولا قصة اللقاء الأرثوذكسي بدها تزحط ولا لا لا بس استدرجته الى المزايدات هيك المسيحيه الطائفيه جنرال. وقت اللي بحثناه هيدا شفهيا مع حلفائنا ورفضوا طلع العماد عام ما بتعرفي عقليته انه شو بعرفني، لا انا بدي الارثوذكسي رسميا وطرحه. ايه شو بتقولي له؟ لا يا لانه والله اذا بيجيب لنا الارثوذكسي العماد عام نحن معه. مهم صحة التمثيل. مهم صحة التمثيل بالأساس. إذا بيأمن صحة التمثيل عظيم، وفتنا بهالقصة بهالقصة ونحن فيها للآخر لا حين إيجاد البديل إذا ما مشي هيدا. هلأ البديل طبعا عندنا بدائل كثيرة لنشوف، بس إنه زحطنا وحدا زحطنا نحن ما حدا بيزحطنا، لأن كل إنسان كل حزب مثل حزبنا بيمشي بالسياسة على أساس مبادئ وطنية كبيرة، لا بيع ولا شري ولا نيب ولا وزير ولا مدير عام ولا شيء، كوني أكيد ما بيغلط لا بيسحط. بقى لذلك نحن ما رح نسحط، لا سحطنا ولا رح نسحط.
رح نتابع طبعا هذا الحوار، ماذا يحصل في ليسا، هل انتهت القضايا بليسا ومواضيع أخرى، لكن بعد الفاصل الإعلاني. نتابع إذن الحوار مشاهدينا الكرام، حوار بيروت اليوم مع مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، الجنرال وهبي قطيشة. جنرال، تبعت طبعا ما حصل في ليسا باليومين الأخيرين، يعني الحمد لله دخل حزب الله وأوقف ما كان هدد به الشيخ في ليسا من حرب أهلية، كيف قرأت ما حصل؟ أنا اللي قريت ما حصل، أول شيء الله يرحم اللي ماتوا، تاني شيء ونعزي أهلهم لأن تعرف حادث فردي على أفضلية المرور وشباب اثنين مع شباب اثنين، إنما ما بيسوى الأحداث الفردية ناس يستغلوها لتصير فتن طائفية، يستغلوها أو الفائد القوي أو المعنوي اللي بيتمتعوا فيه دغري نزلوه كله على الساحة لنعمل حرب طائفية ونجتاح كتروين ميروبة وحراجل، نجتاح يعني بالمعنى الحكي لأن ما حدا فيه يجتاحهم هول البلدين، هودي تعرفي يعني عبر التاريخ ولا امبارح بالحروب اللي عشناها، بس انه نحولها هيك لحرب طائفية ونقطع طرقات وما ونهدد وما بعرف شو، طيب انه وبعدين لولا هالشعور بفائض القوة يلي عطيه حزب الله ويلي هو منه مزبوط لك وين دندل للناس انه ياخذوا مواقف من جيرانهم التاريخيين يلي عايشين هن وياهم على مدى مئات السنين وما صار ضربة كف حتى بالحرب اللي عشناها نحن 15 سنة ليسا وجبال وأفقى وكل هالضيع هيدي والغابات ما حدا تعرض لهم ولا تعرضوا لحدا، يعني كانوا عايشين مع بعضهم اخوة انه منشان حادث فردي منروح منهدد بحرب اهلية وبدنا نعمل ونسوي ولحتى يجي الحزب يحلها، يعني لتحج الدويلة تتحلها، لا ما بيجوز، يا دولة بتحل يا انه هيدي الشعور انه نحن عنا دولتنا الخاصة وبنفرض البدنا اياه، انا برأيي على المدى البعيد سد طيب بس على الاقل هيدا بده يرجع بالويل على اخواننا بس على الاقل جنرال في مرجعية، انه في مرجعية قدرت يعني رجعت هيك ضبطت الامور، لا ما في، كل مرجعية بتضبط الأمور خارج إطار الدولة هيدي بتكون عم تأذي الناس من جهتين، أهل كسروين وأهل ليسا، أهل حراجل وأهل ليسا، ليش؟ لأن وقت اللي هي بتفوض حالها هي الدويلة أنه أنا الدولة ما فيها ترضي الجميع، هي فيها تحط الناس بالحبس وفيها تدفع دية قتيل، لا، لذلك الدولة هي المسؤولة عن أمن كل الناس، وقت اللي أنا بدي أقعد محل الدولة واعمل حالي الدويلي واقعد محل الدولي اكيد انا بكون عم باذي القاتل والقتيل اثنين سوا طبعا. طب ما سمعنا يعني نواب كسروين بهال يعني ما علقوا على الموضوع ما نوجدوا على الارض، ليش برايك؟ ليكي لقلك نواب كسروين مع الاسف لانهم اخذين موقع غير موقعهم الطبيعي بالحياه السياسيه اللبنانيه، يوم احداث ليسا والخلاف على موقع الكنيسه شفنا مواقفهم كانت انحسارية لورا، بينما بحادثة مثل هيدي ما حدا منهم أخذ الموقف اللي لازم ياخده أنه يحل المشكلة، أنا ما عم بقول يوقف مع لا حراجل ولا ميروبة بس يروح يوقف بين الناس مع يوقف بين أهل ليسا ويقول لهم يا شباب ما بيسوى نحن جيران لأنه هن نواب كسروين، إنما لأنهم واقفين بموقع غير موقعهم التاريخي والطبيعي ويلي هو دفاع عن السيادة اللبنانية صاروا مجبورين يرادوا أهل ليسا ويرادوا أهل ما بعرف وين وأهل وين لا لحتى يعملوا سوريا يمكن لحتى ياخذوا شوية مكتسبات يلي عديتهم أنا من شوي، إيه لذلك كانوا غايبين عن الساحة ولذلك أهل كسروين بعتقد أنه هلأ بيفقدولهم أنه وقت الحزة ما حدا بيّن منهم، بينما طالع الشيخ الأسير يعمل سياحة يعني معه مبسوطين تلج وشمس وعيد نبوي وانه رايحين يشموا الهواء، واول مره يمكن اولاد صيدا بيوصلوا على التلجات قطعوا الطريق ما بقي واحد وما عمل تصريح ضد احمد الاسير، لوكي خي احمد الاسير راح يعمل السياحه، نحن على حريصه اليوم انا لان على طريقي كل يوم بلاقي عشرات البولمانات رايحه جاي وعم بتزور
زيارة سياحية وهذه زيارة التلجيت. يا لطيف ما بقى حدا وما حدا. ليش هيك القوات اللبنانية يعني هيك استنكرت التعرض للشيخ الأسير؟ ما استفزكم حضوره بجرة كسروان؟ لا لا مش لا بالعكس، للشيخ الأسير جاي على التلجيت، جاي سياحة. هلا الشيخ الأسير و200 شيخ أسير يجوا معه، شوفريني معي أنا إذا جاي يعمل سياحة ويشوف التلجيت. ليش؟ إنه لا لأنه قريب منكم يعني. لا. بعض سأل لو حزب الله عامل هيك رحلة هل كانت وافقت القوات اللبنانية على هذا الموضوع؟ يا ريت كل يوم بيجي 10 بواسطة من الضاحية يروحوا على التلجيت، يا ريت. وأنا بتحدى حدا يعترضهم أو حدا يحكي كلمة من حدا من القوات اللبنانية. بالعكس نحن بنرحب فيهم يا أخي، ما نحن أولاد وطن واحد. طيب وبعدين إنه هلا الشيخ الأسير إنه راح يهدد الوجود الكسرواني بفريا، طيب جاي يعمل السياحة، يا ريت بيطلعوا مواطنين من الضاحية ومن بعلبك ومن الهرمين بيجوا بيسوحوا. شوف طيب بس قال الجنرال عون انه يعني الشيخ الأسير عم بيتعرض لشخصيات لبنانية مهمة مثل السيد حسن نصر الله، مثل الرئيس لبيه بري، مثل الجنرال عون كما قال، مشان هيك يعني. انه بده اساسا بده يكون لائق بالكلام مع هذه الشخصيات قبل الدخول الى هو ليش اذا حكي سياسي، اذا انا انتقلت سيد حسن نصر الله بطلت فيه امرق بالضاحي يروح على المطار لحتى سافر، شو هالحكي هذا؟ والا بتكونوا يعني بدهم يعملوا دويلات، يعني كل واحد اذا حكي ضدي معناتها هذا لازم ما بقى يجي على منطقتي، يعني ما بقى فينا نمرق هون بالرابية اذا حكينا شويه سياسه هيك وانتقدنا التيار الوطني الحر او العماد عون، شو دخل هيدي؟ ايه بس هيدا منو كلام يعني سياسي. الشيخ الأسير كان هيك انتقاد يعني عادي برأيك؟ كان مين؟ الشيخ الأسير الكلام اللي قاله يعني اللي كان عم بيقوله بصيدا، كمان هو أقفل طريق بصيدا. لا ما أقفل الطريق، راحت الدولة أقفل الطريق لسبب سياسي، انتبه سبب سياسي انه حزب الله عم بيعمل كذا وحامل سلاح وهو بررها، واجت الدولة وما سكر طريق، سكره جاء قعد على جانب الطريق. بس من شان السياسي انا بدي اقطع طريق؟ لا، من شان السياحة بالاحرى بدي اقطع له طريق جاي يعمل السياحة هو واطفال ونسوان ورجال، يعني خليط انه شو بشكل خطر. البعض يعني استفزهم هيك صورة انه الشيخ الأسير مع اتباعه عم بيصلوا بساحة مركز التزلج. طيب إذا أجا وقت الصلاة وصلى إيه شو المشكلة يعني؟ إنه ليش أنا إذا رحت وصليت شي محل بكنيسة بكنيسة حارة حراك، إنه شو إذا رحت صليت يعني ورحت بمناسبة إذا كنت ابن حارة حراك يعني، أو إذا إنه شو هالمشكلة يعني وإذا صلى؟ لا أنا بقول لك قطع الطريق كان الهدف منه سياسي. أحمد الأسير جاي بهدف سياحي في قسم من الناس حرضوا لحتى يعملوا منا قضية سياسية. مين برأيك كان وراء هذا التحرك؟ يعني شفنا الشيخ فريد هيكل الخازن على الأرض، وزير الداخلية اتصل بالجنرال عون لمعالجة الموضوع، من وراء المجموعة اللي كانت يمكن أنا على الطريق؟ ما بدي قلتهم، بس بدك تشوفي أولا هن المجموعة هن اللي من كسروان وليسوا كسروان، قل من كفر دبيان وليسوا كفر دبيان. كفر دبيان فيها 4-5 آلاف ناخب، هن كانوا 30 واحد 40 واحد، لذلك قلة كانت موجهة أكيد من مين ما بعرف. هلأ الناس بتظن تصطفل، إنما وزارة الداخلية بتعرف مين موجهونها. وأكبر دليل تاني يوم مؤسف لك أنه كل اللي السياسيين تبع كسروان يا أخي صاروا اعتبروا أنه تهديد لأمن كسروان، أنه جاي أحمد الأسير. هن بقررت نفسهم عارفين أنه منو تهديد، عارفين انه الزلمة جاي على السياحة، بس انما صرنا بدنا نبلش الانتخابات من اليوم ونزيد على بعضنا ونحرض الغرائز والكراهية والحقد واذا بدك رفض الاخر وعدم الحوار. يعني هيك السياسي بلبنان؟ اني انا اجي للمسيحية هوشن واعمل تحريض للفرقاء الاخرين لحتى ينتخبوني نايب؟ عيب يا عمي، ما بنخلص هيك من مع اساس خلصنا من هالقصص كلياتها. أنا برأيي كل واحد بحرض شعبيا ودينيا لا يعمل نايب أو لا يعمل موقع سياسي أكيد يمكن يعمل، بس بده يسقط تاني مرة، لأن هيدا ما بتودي لمحل. لا، لأن اللبنانيين صاروا واعيين. وأكبر دليل مش كل كفر دبيان أجد، لو في خطر من أحمد الأسير كانت كل كفر دبيان زحفت وقطعت له الطريق، بس لأن الهدف سياسي وإثارة الغرائز كانوا 20-30-40 واحد فقط. لذلك أنه
أنا كمرشح عن نيابي أو أنا نايب بدي استثير هالغرائز واستغلها لحتى أعمل نايب، هذا أنا برأيي فيها إجرام سياسي. جنرال شو صار بدي أقول لك شغلة، السياسي من يمكن من أنبل المهمات الإنسانية الممكن يقوم فيها إنسان، بس إنما السياسيين يتراوحون بين الشيطان والكافر وبين شبه ملاك. هلا هون انت وين بدك تحط حالك؟ في سياسي شبه ملاك؟ في كثير، غاندي مثلا كان ملاك، مثلا جيفارا مات من شان قضيه يعني بيؤمن فيها هو، في كثير عبر التاريخ كثير منهم. هلا بلبنان مش كلهم نشياطين ولا كلهم ملاك، انا بعرف انه في كثير ناس لا عندهم مبادئ بيؤمنوا فيها وبيخدموها، وخارج هاي المبادئ ما بيطلعوا برا ابدا اكيد. جنرال ركبت اللوايح بكسروان؟ لا شو راح يصير؟ بعد ما بعرف، لا ما ركبت. كثير بنقرا يعني كل يوم بنقرا خبريه عن استطلاعات راي بكسروان. هلا لك الناس عم تتواصل عن يعني من يومين قريت عن تقارب عم بيحصل بين الجنرال عون والنائب السابق منصور البون. فعلا شو عم بيصير؟ ولا نحن ما عندنا معلومات شيء، نحن عندنا اذا بدك بنعمل احصاءات وهيك، في تراجع بالراي العام عند الجنرال عون بكسروان. هلا التحالفات كيف وراكبه؟ ما في شيء راكب لحد هلا. هلا نحن بنتواصل طبعا، الدكتور جعجع بيتواصل مع الكل، انما الدكتور جعجع ما بيعمل تواصلات هيك الا سريه، لان السياسي بتنعمل تحت الطاوله، بتنشغل على السكت، تشغل ايه طبعا السياسي كلياتها تحت الطاوله، واللي بيقول لك غير شكل بيكون غلطان. اللي بسمعوه على التلفزيون والراديو هذا منو السياسي، ها السياسي المضبوطه هي اللي بتضل مخبيه ومش ظاهره. جنرال يعني طالعتنا السياسه الكويتيه بخبر ملفت بانه هناك لائحه اغتيال بصفوف 8 اذار مقابله للائحه كمان الاشخاص المهدده ب 14 اذار. هاللائحه تضم رئيس تكتل التغيير والاصلاح، رئيس مجلس النواب سليمان فرنجيه، نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم، رئيس تكتل النيابه محمد رعد، المسؤول عن امن بالحزب وفيق الصفا، الضابطان في الامن السابقان لواء جميل السيد واللواء مصطفى حمدان، واللي عم بيتعرض لهم واللي عم بيتحضر لهم بحسب السياسه الكويتيه هي ردا على الجرائم اللي صارت ب 14 اذار وما حصل اي شيء فيها. خبر مضحك هذا، لا لان عاده اللي مضحك انه يتعرضوا كمان هن يكونوا مهددين للاغتيال. اكيد يعني اكيد، لان لا ولا واحد منهم حابب ينتحر يعني يقتل حاله، لا لان عاده اللي بيقتلوا مش نحن، جماعتنا بتعرفي، ونحن سمير جعجع له سنتين يعني ما بيطلع برات البيت، سعد الحريري معروف وين، اتصالاتنا بتصير بالحمام الزاجل من وقت لوقت يعني وقت بده واحد يبلغ التاني شيء. لذلك انه الفريق تبعنا انه يغتال هيدي كانه عم بيوجهوا لنا الاتهام، لان نحن لا عندنا الاله ولا عندنا لا النية. يعني الفريق الاصولي المتطرف اللي هيك بيدور بفلك 14 اذار وكانه هذا يعني التلميح، وين الاصولي هذا بالكاد اوصلوا ضربين بباب التباني ودفاعا عن النفس. نحن ما عندنا هالتنظيم لا الاصولي ولا غير الاصولي بالاساس، يعني هي التنظيم هيدي قصه الاغتيالات لشخصيات كبيره بده يكون حدا عنده جهاز أمني متمسك وقديم وعنده كل المعطيات والداتا وبيقدر يوصل لك كل دقيقة لحتى يقدر يتوصل لشخصية معينة ولا يغتالها. بس اليوم هود الشخصيات هو محميين، هلأ الجهاز اللي بده يغتالهم يا بده يكون شو بعرفني، حتى CIA بده يكون في جهاز داخلي هون منظم ومبكل ومكودر وله عنده معلومات، وهاللي هالشي منو موجود عند كل قوى 14 أدار بيمشوا مع الحائط يعني كلياتهم. وين يا ويل يا ويل شو يعني. هل من جديد على صعيد التحقيقات بمحاولة اغتيال الدكتور جعجع؟ لا ما في جديد. وقفت التحقيقات؟ ما في جديد لا، لأن يمكن انطلاق التحقيقات ببلش بالداتا والداتا ما بيعطونا إياها. ليه؟ وكأنه انه يعني انا برايي صاروا اصبحوا شركاء في الجريمه. هلا نحن يمكن دكتور جعجع عنده شك باتجاهات هو حر بيحتفظ فيها لإله، انما تصرفهم بعدم اعطاء الداتا وبعدم خاصه مشان الاغتيال دكتور جعجع كانهم شركاء في الجريمه،
واكبر دليل محاوله اغتيال الشيخ بطرس حرب. اجوا شباب بالسيارات مفيمه ومعهم بطاقات مخابرات. انا بتمنى يكون، ما بعرف اذا مدير مخابرات تعرف مني هودي وراح جابهم وحبسهم، يمكن مزورين يكونوا، يمكن يكونوا مزورين، بس انه لازم يتعرف مني الاشخاص. اخذوا الزلمه وعلى اساس هن مديريه المخابرات وراحوا، وبعدين طلبوا القضاء على المحكمه ما كان يجي. إيه انه كيف بدنا هيك ناس، كيف بدك تتعاملي معهم وهن حاطين حالهم فوق الدوله وفوق كل فوق كل شيء، والحكومة والمؤسسات والجيش والدرك، ما مخلين شيء. وقفي مع الصحافة العربية. كتب طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط مقالة بعنوان دول الربيع لا تنقصها الخبرة، ومما جاء فيها إشكالية دول الربيع العربي الحقيقية هي أنه لا أحد يكترث بالبناء وجمع الناس والمصالحة والتوافق والتسوية، علما بأن جل قادة دول الربيع عائدون من الغرب، سواء في مصر أو ليبيا أو تونس، عاشوا في الغرب ورأوا واقعية الأنظمة وقيمة القانون والتعددية والحريات، ورأوا الغرب بخيره وشره، وبعضهم يحملون جنسياته، لكن ما فعلوه حين دانت لهم السلطة هو الانقلاب على كل ما قيل إبان فورة الربيع العربي وكل المفاهيم السياسية الحديثة، فخونوا من يخالفهم وأقصوا من شاركهم في ميادين التحرير، وشكلوا تحالفات قائمة على استغلال اللحظة وليس التهيئة لبناء مستقبل. ولذا فإن الإشكالية ليست في نقص الخبرة، وإنما في غياب النوايا الصادقة واستشراء الرغبة الجشعة بالاستحواذ على كل شيء، وكأن الأوطان مجرد غنيمة ميدان. يمكن هذا عم بيوجه كيف هالقراءة لما يحصل فعلا في الربيع العربي وفي مصر تحديدا، الكلام واضح انه عم بيحكى عن مصر. ايه مزبوط، انه الاخوين المسلمين اجوا اخذوا السلطة، بتعرفي كيف انتخابات، اكيد يعني قديش انتخب من الشعب المصري هيدي للبحث، انما اخذوا السلطة، بس روما من فوق غير روما من تحت. هلأ بدهم يستغلوا هالفرصة يمكن لحتى يثبتوا حكم اخوين مسلمين على اساس ديني، هذا ما بيمشي بمصر. أكبر دليل العلمانيين كانوا ضدهم، الأزهر كان ضدهم، وطبعا الأقباط كلياتهم كانوا ضدهم بهالمجال هيدا. لذلك ما فيك تتفرد بالسلطة وتقول أنا بدي أحكم شعب مثل ما أنا بدي. أنت أزب... بس ما خوفتك جنرال يعني تجربة مصر، ما خوفتك من أنه يعني طب وين الثورة إذا الثورة بدها تكون هيدي نتيجتها؟ فإذن يعني لكن نتيجة الثورات سيد دونيز لا تقطف دغري، يعني الثورات بده يصير فيها أخذ ورد وعضى وما بعرف شو وفوضى وقتل يمكن شوي زيادة، إنما لحتى تثبت بعدين. وأكبر دليل خذ الثورات كلها، الثورة الفرنسية بقت 70 سنة لحتى رجعت تركزت. هلا طبعا ما كان في لا انترنت ولا تلفزيون. خذ الثورة البولشفية مثلا ليك وين صارت. لذلك إنه الثورات بدها وقت لحتى تنضج وتستقر. هلأ الوضع بمصر منو محمول، مزبوط الإخوان المسلمين كانوا هن الحزب الوحيد المنظم على أيام مبارك وقبل مبارك، بلحظة تاريخية أخذوا السلطة، بس ما فيهم ياخذوا السلطة محل ما بدهم، لأن في شعب صار يؤمن بالحرية. لذلك بدنا ننطرهم شوي، وأكبر دليل أنه عطون المسؤولية، ومثل ما سبق قلت لك روما من فوق غير روما من تحت، هلأ رح يفشلوا. ليه؟ لأن الاقتصاد المصري منو منيح، السياحة ما منيحة، الأقصر ما حدا بيزورها، شرم الشيخ كذلك الأمر، الإعانات الدولية بيقولوا له عم بيحطوا فيتو عليهم. ليه؟ لأن عم بيمارسوا شبه إرهاب، امبارح 36 قتيل بورسعيد. لذلك لازم تسلميهم المسؤولية لتشوفي قديش ممكن ينجحوا إيه أو لا. هلا ما نجحوا أكيد بتتطور القصة لشيء ثاني. سيد نصر الله يعني دعاكم إلى وقف الرهان على ما يحصل في سوريا، وحاج ناطرين شو بده يصير بسوريا، وتعوا نتحاور، بعدكم ناطرين شو بده يصير بسوريا. نحن سيد حسن نصر الله ما بيعرف انه لما كان حافظ الاسد بعزه كنا ضده وكنا نقاتله، يعني انتم كفريق 14 أدار وحولنا المناطق تبعنا لمونتي كارلو، بيعرف هالشيء هو. هلا نحن ك 14 أدار لما قامت الثوره ما كان في 14 أدار، ما كان في، كان بشار الاسد بعزه، مزبوط ولا لا؟ والثوره تبعنا بعدنا ماشي، ومش ناطرين ليسقط الاسد. لشو بده يجينا من سقوط الاسد او شو
بخوفنا. بركي إذا سقط الأسد أنا بقول لك إذا سقط الأسد منرتاح إنه الدولة السورية صارت دولة ديمقراطية بتشبه لنا. بس هيك وبالداخل هون مش مراهنين إنه بيضعف حزب الله. ساعتها بترجعوا أنتوا بتقدروا تسيطروا. نحن بنتمنى على حزب الله يفاوضنا وهو عنده شوية قوة أحسن ما يروح النظام السوري يمكن يضعف إيه أكيد لأن بيروح له حليف قوي كتير. يعني إذا بدك العقدة اللوجستية بينه وبين إيران هي سوريا. هلأ إذا بيفاوض هلأ حزب الله منتفق نحن وياه ونحن على أساس لبناني لا بدنا نظلمه ولا يظلمنا بس عشان بفتكر أحسن لألنا وإله. إنما هلأ هو عم بيقول لا تراهنوا على سوريا مش مراهنين على سوريا. سوريا سوريا بسوريا ولبنان بلبنان. بس نحن نأمن جانب سوريا لما بيسقط هذا النظام. على القليل ما عادش بتتدخل بلبنان تلتهي بالشعب السوري وببناء الدولة السورية ونحن بنساعدها قد ما بدها وبتساعدنا قد ما بدنا مش كـ14 أدار كدولة. بس انه نحن والله مراهنين على سقوط الأسد لا ثورتنا قامت قبل سقوط الأسد ولما طيب. كان الأسد بعزه وبي الأسد بعزه. كيف تقرأ الأمور في سوريا؟ يعني الأمور تذهب ببطء شديد جنرال وسط فعلا يعني موقف دولي يعني مش مفهوم. قال لك شو بالنسبة لسوريا أول شيء في حصيلة أولى أنه بشار الأسد ما بقى في يحكم مستحيل إنسان ضرب شعبه وقتل 60-70 ألف قتيل وإن شاء الله يوقف هون ويرجع يحكم هذا أمر مستحيل. تاني شيء طولت القصة بسوريا أنا شعوري ومع الأسف بقول أنه يمكن كثير من الدول حتى من حلفاء سوريا متفقين ضد سوريا بس تحت الطاولة مثل ما قلت وليس فوق الطاولة. مثل مين روسيا يعني؟ مثل روسيا. هلأ في موقف حطيناه عاجل هلأ جنرال ميدفيديف يعني حظوظ بقاء الرئيس السوري في السلطة بدأت تتراجع. أوكي هيدا قالوا هلأ. طب اليوم بيقولوا وقبل كان قبل بيقول غير شيء. قبل منه قال مثل هيدا وانت وماشي. أنا اللي أكتر شيء بحمل مسؤولية لروسيا بهالقصة. ليه؟ لأن هي اللي عم تعطيه الأكسجين وهي اللي عم تعطيه الزخيرة وتقول له أوس. يعني وكأن بتعيشوا لحتى يدمر سوريا. هذا اللي أنا بخليني من الروس عن جد هالموقف هذا أنا ما عم بفهمه إلا بهال مش أنا بس أغلبية اللي بيحللوا بيقولوا إنه شو معنيت هالموقف إنه بتعطيه أكسجين وشوية ذخيرة وبتعمل تصريح تاني مرة هيك مرة هيك يعني إنه كفي بالقتل كفي بالتدمير كفي كفي كفي. هذا الأمر بلوم الأسرة الدولية كل عليه وليس روسيا بس فقط وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وكلياتهم. شعب عم بيموت كل يوم ملايين النازحين من أرضهم مئات الألاف من اللاجئين بالدول المجاورة وما حدا عم يشعر معهم وكله كرمال سلطة أنه هذا الشخص بده يبقى وهن بيعرفوا ومصرحين من أمريكا لفرنسا لك أنه هذا الأسد صار مستحيل يكفي. طب إذا بدك تعمل هيك قراءة سريعة عسكرية على الأرض السيطرة لمن اليوم في سوريا للسوار أم لعسكر النظام؟ عسكريا لقلك شو بشار الأسد مش مسيطر عشي. الفوضى دب بسوريا الفوضى لأن يد المعارضة منا موحدة لا عسكريا مع الأسف ولا سياسيا. شايف لو المعارضة العسكرية موحدة مثلا بأمرة أحد الضباط وممنوع حدا يعمل عمليات إلا بواسطتها كوني أكيد يمكن كانت خلصت القصة السورية. ليه؟ لأن هلأ بشار الأسد عم بيحاول من جديد احتلال سوريا لأن ما نمين عشي وفوضى ضاربة بكل المدن وين ما في هدف يمكن بيطلع بالطيران وبيضرب وبيرجع. يعني ما فيك تقولي مين مسيطر عمين فوضى ضاربة البلد رئيس عاجز عن الحكم بس إنما معه طيارات ودبابات وبيدمر بالمدن السورية والمعارضة مفككة. ليه؟ لأن الدول الكبيرة ما بدها تتجمع مع الأسف. وأنا هاني عتبي على ليش برأيك وكأنه إنه لازم تتدمر سوريا أو إنه هالنظام تبع بيو يلي مسلف ويلات للأمريكان وللفرنساوي وحتى للروس ما كان هو يهون ميح أيام الاتحاد السوفيتي الرئيس حافظ الأسد وكأنه أنه هلأ عم ينتقموا من هالنظام يلي بواسطة الشعب طبعا
يلي كان على خصام معهم كلهم، يعني يقتلوا سفير هون، يقتلوا ما بعرف مين هونيك، يخالفوا التوجهات الاتحاد السوفيتي في مكان آخر، خصوصا لما فاتوا على لبنان أيام كوسيجين سنة 76، وكأنه متفقين كلياتهم أنه لا يستوفوا لا يضعفوا سوريا، أنه لحتى ما عاش تاخد الدورة اللي كان الدور الإقليمي. هلأ الدور الإقليمي اللي كانوا يأخذونه مش لقوة الاقتصادية والسياسية على أساس إرهاب، يعني ما كانت لا كان في إرهاب، يعني يقتل هون وبالعراق وبفلسطين وفصائل فلسطينية وباليمن ويوزع وين من كان بأوروبا وسفرة ما بعرف شو. إيه لذلك بفتكر هلأ عم كله على حساب الدم السوري للأسف. للأسف يعني الصور فعلا الأليمة اللي عم نشوفها يوميا للأطفال، ما في إلا واحد عن جد يعني الدم القلب، الله يكون بعونهم عن جد. إن شاء الله بتخلص هذه الأزمة، إن شاء الله بتخلص الأزمة عنا كمان جنرال، أزمة سياسية لهلأ إن شاء الله ما تتطور وتصير أزمة لكن إن شاء الله غير سياسية. أنا بتمنى بس هيدا مرتبط بحزب الله، إذا بده يضل مصر على السلاح وبقاء السلاح بإيده رح يلاقي ناس بعدين حامل السلاح للدفاع عن النفس، وإن شاء الله قصة ليسا تكون خاتمة الأحزان، لأن ما فينا نكفي بهالطريقة اللي هو ماشي فيها. أنا بدي أشكرك جنرال، أهلا فيك بحوار بيروت اليوم. مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن متابعتكم، وبذكركم بأنه بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا الـ MTV Lebanon News على موقع تويتر، و MTV Lebanon على موقع الفيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.